دائما نحن مع وقفات مع سيرة سيد المرسلين صلوا عليه، ومع الدرس مش حال إن شاء الله تعالى الدرس 94 في سيرة سيد المرسلين، ونحن بالضبط مع سياسة المفاوضات لما فشل التهديد والترهيب والتعذيب. فجاء هؤلاء يفاوضون رسول الله صلوا عليه لعلهم يظفروا منه تنازلا عن مبادئه ولو قليلا، لكنه عليه الصلاة والسلام في المفاوضات الفردية التي قادها رجلان من أشراف قريش، الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبي ربيعة، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قاطعا، قرأ عليهم القرآن وبين أن مهمته في هذه الحياة هي أن يكون بشيرا ونذيرا ويبلغ دين الله، ولا يريد شيئا من هذا الذي يسيل له لعاب كثير من أبناء الدنيا. ففشلت هذه المحاولة، لكنهم لم ييأسوا وقالوا ربما كانت المفاوضات الفردية ضعيفة لم تؤتي أكلها، فلا بد الآن من أن تكون المفاوضة جماعية، ما صفتوش غير واحد، لماذا لا نذهب جماعة؟ لعل الواحد يستدرك بكلام الآخر، لعل وجودنا جماعة يؤثر فيه، لعلنا إذا حضرنا وأعطيناه وعودا يثق فينا أكثر، فثقته في الجماعة أكثر من ثقته في الفرد، فما تستطيع أن تعطيه الجماعة لا يمكن أن يعطيه الفرد، فعلينا أن نؤكد هذا بأسلوب المفاوضات الجماعية إذ لم تجد المفاوضات الفردية. صلوا على الحبيب. يا الله، فاجتمع كبراء قريش، أبو سفيان بن حرب وعتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن أبي ربيعة وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث شيطان قريش، ومجموعة، فخرجوا إلى رسول الله يفاوضونه علهم ينالون منه تنازلا ولو يسيرا. فقالوا له: يا محمد، إنك جئت بأمر عظيم لقومك. يا الله، يا الدين وشحال عزيز، جئت بأمر عظيم، وإن كنت لم تستشعر خطورته على قومك فاسمع، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا وفرقت جماعاتنا وجئت قومك بما لم يأتي به رجل لقومه في الأولين، تشي واحد في الزمن الغابر ما جاء قومه بمثل ما جئت به، فتنتنا، شتتنا، فرقت الولد على والده والزوج على زوجها، ما هذا الذي جئت به؟ اسمع منا، إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، يؤكدون ما قاله عتبة في المفاوضات الفردية، إن كنت بهذا الذي جئت به إنما تريد مالا، اسمع، جمعنا لك لكي تكون أكثرنا مالا، نعمروا لك الكونت، غير فلوسك غير المال، سنجمع لك من المال حتى تصير أكثرنا مالا، رقم واحد. وإن كنت تريد بالذي جئت به ملكا ملكناك، الله، ثانية، وإن كنت تريد بالذي جئت به جاها سودناك، فلا نقطع أمرا إلا بمشورتك. يا الله، وش بغيت أكثر من هذا؟ وإن كنت تريد نساء زوجناك 10، ما 10 ست، واختر أنت من الأبكار ما يعجبك فلا تحجير عليك. وإن كنت ترى الذي يأتيك رئي من الجن
بذلنا الأموال وبذلنا من جهدنا وراحتنا وضربنا أكباد الإبل في الشرق والغرب نبحث لك عن طبيب حاذق ليبرئك مما أنت فيه. بس ما بغيت أكثر منك، بس ما بغيت، خليهم يموتوا أصحابك، جابها لك ربي حتى لعندك. احنا كاين شي ناس مسؤولين نتاع نقابات يدافعون فيما يرى الناس عن شكون؟ على اللي تحتهم، غير يعطيهم حقهم يبيعوهم في السر والعلن. سهل باش ينباع الواحد اللي ما عنده ايمان وما عنده مبدا، بسهوله يباع، بل يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إن الذين يصلون إلى مركز القرار ويمثلون فئة من الفئات يشدون الحبل، وما يشدون الحبل أبدا لصالح من يمثلونهم، إنما يشدون الحبل ليرتفع الفائدة. يزيروا غير باش تكبر، غير باش تكبر. لا لا أنا بغيت هذيك، لا هذيك لا مكان. النبي صلى الله عليه وسلم غير بوحده مع الناس، صحابه راهم يتقتلوا يهجرون، اللي تبعوه راهم يهجرون. ما الذي يمنع محمد عليه الصلاة والسلام من أن يعقد الصفقة في غيابهم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: أنا ما جئتكم بالذي جئتكم به. الآن يوضح، ما قراش القرآن، الآن غادي يوضح له. أنا ما جئتكم بالذي جئتكم به أطلب فيكم مالا ولا ملكا ولا جاها ولا نساء، ولكن الله تعالى أرسلني إليكم رسولا. الله، أنا ما بغيت لا مال ولا رياسة ولا ملك، ولكن الله، الله هذا ما بغوش يفهموها، الله قضية رب العالمين، ما يريده الله لخلقه حينما أشركوا به، ولكن الله بتعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا هو القرآن، فكنت فيكم بشيرا ونذيرا، أبشر المؤمنين وأنذر الصادين عن سبيل الله، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني هذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي فأصبر حتى يحكم الله بيننا. بالله الملف ما تعودش لها الكلام. هل هنالك من كلام واضح مثل هذا الكلام؟ أنا ما جئتكم بالذي جئتكم به أريد أن أصير غنيا، فالغنى يزول وصاحبه إلى الله يؤول، وما أريد ملكا فالكراسي تتكسر على أصحابها ولا تدوم لأحد، ولو دام الكرسي لأحد ما توارد عليه خلق كثير، والجاه زائل زائل. منين جاي يموت سيدنا هارون الرشيد؟ منين جاي يموت؟ قال لهم انزلوني عن السرير، نزلوه، فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه، الملك لله الواحد القهار، ارحم من زال ملكه. مشى الكرسي، مشى الجاه، أنا لا أطلب هذا. وش ما بغيتوش تفهموها؟ هذا دين، هذا دين، والدين ما ينباعش، والدين هو الغالي، يمشي لك مالك، يمشي لك ولادك، تمشي لك أرضك، تمشي لك دارك، المهم بقى مسلم، ما تخسرش الأخيرة. هذه رحلة في الدنيا أنت مبتلى فيها لينظر الله كيف تعملون، ولكن الله ابتعثني إليكم رسولا. الله، زيد، والرسول زيد، وأنزل علي قرآنا، الأصول الثلاثة. الله،
في السماء ماشي في الارض. تقدروا تعطوني الحاجه تاع السماء؟ تعطوني الملك في الارض، تعطوني المال في الارض، تعطوني الدنيا في الارض، تعطوني النساء في الارض؟ الارض فايته باش ما فايته الله السماء. ها وارسلني اليكم رسولا، الاصل الثاني، وانزل الي كتابا يوجهني الله به، ها، فكنت فيكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي زيد أصبر 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 حتى يحكم الله بيننا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، هالشي اللي عندك هالشي اللي عندك، ما بدوش تفهموا هالشي اللي كان. فرجعوا منكسرين مهزومين، فاجتمعوا ثالثة وتدارسوا الأمر من جديد، فقرروا أن يعودوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب، ما يفشلوش في الساعة. فقرروا للعودة إلى رسول الله جماعة، وهذه المرة اختاروا من كل قبيلة سيدها، اختاروا من كل قبيلة سيدها، اختاروا سيد كل قبيلة. علاش؟ علاش؟ حتى يستوثق النبي، يعتقدوا أنهم لم يثق، حتى يستوثق النبي أن كل القبائل أرسلت زعيمها، وأن ما سيعرضونه على النبي يتحمل أمانة تأديته زعماء القبائل. جولوا مجموعة كبيرة. أو يا رب يا رب يا رب يا رب. فعرضوا على رسول الله ما عرضوه عليه في الأول، ولكن الجواب انت عن بها المرة بوحده، الجواب انت سيدي وحبيبي رسول الله، صلوا على حبيبي رسول الله، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. فقال عليه الصلاة والسلام لما انتهوا، اسمعوا اسمعوا اسمعوا، الله يجزيكم بخير، اسمعوا، لا إله إلا الله، أنا ما جئتكم بالذي جئت بكم أطلب شيئا مما تعرضون عليه، أنا أريد منكم كلمة واحدة، أنا بغيت غير حاجة، أنا بغيت غير حاجة، وما بغيتش هالشيء تاع المال، أنا بغيت كلمة، إيه كلمة. قالوا نقول ألفا، كلمة واحدة نقول لك ألفا، قال لا غير كلمة واحدة. قالوا وما هي؟ فكنا فكنا صاحبي. قال كلمة واحدة تقولونها تدين لكم العرب وتذعن لكم العجم. قال قل قل نقولها قل. قال قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم. أنا بغيت غير لا إله إلا الله، أنا بغيت غير كلمة واحدة، أنا كاع الشيء اللي عرضتوا عليا ما بغيش، أنا بغي كلمة واحدة. فلما سمعوا هذا الرد الحاسم الواضح المجلجل المزلزل القوي، ضربوا كفا على كف وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم ونمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق لا إله إلا الله. يلا يلا نمشي يلا. هذا هبل حمق أراد أن يجعل الآلهة إلها واحدة، هذا شيء عجاب، المبالغة في العجب، كيف يصير الإله إلها واحدة؟ امشوا واصبروا على آلهتكم، عضوا على آلهتكم بالنواجذ، إياكم أن يفتنكم عن آلهتكم، سيروا. ربي 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 ربي، هنا قطعوا لي ياس.
من اللي وصل الكلمة نتاع في الأول قرأ عليهم القرآن جاولوا من بعد قال لهم أنا يا رسول الله معي كتاب أدعوكم إلى الله تؤمنوا ذاك حظكم لا تؤمنون أصبر حتى يحكم الله. ثالثة قال لهم أنا أريد كلمة واحدة بغيتوا تعرفوا اسمه بغيت بغيت كلمة واحدة قالوا ما هي قال أن تقولوا لا إله إلا الله نتيجتها تملكون العرب تدين لكم العجم وهنا قالوا المسألة إذن صعبة للغاية وهي أصعب مما كنا نتصور الله مفاوضات شاقة مفاوضات عسيرة فأبان النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة وقدوة الدعاة إلى يوم القيامة أن المبادئ لا تباع ولا تشترى في سوق المزايدات لا تباع بالمال فالمال زائل لا تباع بالسلطان فالسلطان زائل لا تباع بالجاه فالجاه ذابل لا تباع بأي عرض من أعراض الدنيا عظم أو حقر كثر أم قل كل شيء إلى زوال جيت أنا رسول وجبت لا إله إلا الله معي كتاب مهمتي أن أدعوكم يا رب يا رب يا رب إذن ما اسمه هو الجاه واسمه هو الملك عند الأنبياء والدعاة واسمه هو الجاه واسمه هو الملك واسمه هو المال عند الدعاة واسمه واجه واسمه واجه هي وسائل لنصرة دين الله وإن لم يكن الملك والمنصب والجاه والمال والنساء وسائل تتقرب بها إلى الله تجعلها في يدك لنصرة الإسلام فلا خير فيها إذا كانت تفتنك عن مهمتك إذا كانت تشغلك عن ربك إذا كانت تلهيك فلا خير فيها فيصبح المال عدو لك والزوجة عدو لك والولد عدو لك والكرسي عدو لك كما قال سيدي ربي سبحانه وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وكيقول سيدي ربي سبحانه عز وجل العدد نتاع الناس عندهم النساء نتاعهم الأولاد عدو لكم فاحذروه ما من عدو لكم أي أنهم يحاربون الدين الذي جئتم به يقولوا أديان ديالك إلى ما كانوا شهادوا يعاونوك على دين سيد ربي إذا لم يكن المال تستثمره لنصرة الدين وكانت الزوجة عونا لك على الدعوة إلى الله والأولاد عونا لك على الدعوة إلى الله والجاه والكرسي والمنصب وسائل تتقرب بها إلى الله باستثماره وسيلة للدعوة إلى الله فلا خير فيها إذا كانت سببا في أن تضيع عليك آخرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال لهم أنا يا الذي جئت به إنما جئت به لا أطلب الملك قل لله يرحم لك الوالدين لو كان أحد من رجال السياسة اليوم لقال أنا أقوم بتكتيك تكتيك أتظاهر بالقبول وإذا تمكنت من الملك استعملت الملك في قهرهم على الدين غادي تولي عندي الدولة ويولي عندي جدرمية والعسكر ويولي عندي ونستعمل كل شيء ديك القوة باش نقهر الناس باش يأمنوا يقولوها ولا ما يقولوهاش الناس سهل باش يقولها جالك الملك حتى يديك ثم جالك المال حتى يديك ماشي تقول انت يا أخذ المال ثم أستعمل المال لشراء ضمائر الناس حتى أدخل إليهم الدين بالمال هذا الشيء كل شيء كيديره الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا بغيت لا إله إلا الله أنا رسول أنا هالمسائل ما بغيتهاش ثم إن كثيرا من الناس والدعاة حينما يعرض عليهم هذا الأمر يكونون في بداية الأمر أقوياء ثابتين لكن بعد توالي هذه العروض يتنازلون رويدا رويدا فإذا مكنوا وأعطي لهم المال والجاه ماذا سيصيرون؟ سيتنازلون وسيألفون هذا النعيم والطرف ويستدرجون وإذا مرت سنوات على تقلبهم في النعمة
سينسون ربهم ويتحولون سبحان الذي يقلب القلوب بيديه سبحانه، يتحولون إلى أعداء الدعوة إلى الله. رأيناهم، أقسم بالله لقد رأيناهم. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. أما رسول الله فلم يكن كلامه شعارا أو للاستهلاك الإعلامي، فقد دار التاريخ وصار النبي رئيس الدولة. احنا ما تمشيش ما يعطيوكش رئاسة الدولة، سيدنا النبي ولا رئيس الدولة. هل صار ملكا حينما تولى رئاسة الدولة؟ بقي نبيا يعيش وينام على الحصير بأبي هو وأمي، ما بدلته السلطة أبدا ولا بناء الدولة في المدينة أبدا، بل لقد دخل عليه في السنة 9 للهجرة عاما قبل وفاة عمر بن الخطاب، ووقف بعتبة حجرته فرأى الحبيب، صلوا على الحبيب فداه أبي وأمي ونفسي، ينام على الحصير سيد الأولين والآخرين، خير من مشى على الأرض، ولو شاء لسأل الله أن يحول هذه السواري إلى ذهب. فينام النبي على الحصير وسيدنا عمر يقول له يبكي. قالوا ما يبكيك يا عمر؟ قال هذا كسرى الفرس، يجلس على الأرائك وينام على الأسرة ويأكل ويشرب ألوان الطعام والشراب. وكذلك قيصر، وأنت حبيب الله حبيب الحق وسيد الخلق، تنام على الحصير، نفديك نفديوك بمواتنا وأنفسنا، غي قولنا اللي بغيت. وكان عنده الخمس في الغنائم، 20% من الميزانية تاع الدولة عند النبي، ما يخليش دورو 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 الروح صلاص، ما يخليش دورو. وانت حبيب الله ورئيس الدولة، ما ديت والو من هذا الملك من هذه المناصب، تنام على الحصير فيؤثر الحصير في جنبك. فيقول له رسول الله أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم يجعل الله لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ احنا أولاد الآخرة، احنا نخدموا على لا إله إلا الله، احنا نخدموا للدين. إلا جاب الله شي حاجة نتاع الدنيا نسخرها في خدمة الدين. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، فقرأ قوله تعالى من سورة الأحقاف أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. كي أعطاكم الملك تغيطوا، وتعطات لكم المنضات كبيرة تغيطوا، كنتوا تديرون الشعارات وتقولوا لنا احنا لو كان نوصلوا الحكم. أنا ما كنت في الجامعة، كان ذوك الرفاق يقولوا نحن ندافع عن الطبقات المسحوقة، نحن لو وصلنا إلى سدة السلطة والحكم لأعطينا الفقراء والمساكين، ولا حاربنا الهوية السحيقة بين الذي يملكون كل شيء والذين لا يملكون أي شيء. منين ولاو هما في السلطة داوها كل شيء؟ عندهم واحد كان وزير الشباب، الفاتورة نتاع الماء ديال الدار، ما فاتورة تاع الدار ديالو اللي كانت تعطاته الدولة نتاع الشهر 23 مليون خلاص نتاع الفاتورة نتاع الماء ديال الشهر. هذا من ذوك الناس اللي كانوا يقولوا حنايا ندافع البلوريتاريا، نحن ندافع البلوريتاريا. وزير المالية نتاعهم باللي جا في المغرب، شحال دا في العام؟ شحال؟ 600 مليون بريم سنويا. ما تدرج على الخوري، هذه شاك. هذوك الناس اللي كيقولوا حنا تبارك الاشتراكيين، حنا ضد الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج، نحن مع البلوريتاريا، نحن مع فينا ودي فين؟ فاقتسموها بينهم. ورحنا نقولوا لهاد الناس اللي وصلوا نفس اللي رحنا كنقولوا لهذا، رحنا نقول لكم أوصلكم الله وكنتم تقولون نحن
نسخر السلطة لخدمة الشعب في سبيل الله. هل سيغركم وتغركم المناصب وتنسيكم الدور والمهمة التي بها أماتكم ربكم؟ أم هل أنكم ستثبتون وستزيدون إصرارا على خدمة بلدكم وتستعملون هذه الكراسي والمناصب لخدمة هذا الشعب المقهور المسكين الضعيف؟ اسمعوا مزيان، الله يرحم والديكم، سيد النبي رفضها وجاته، ماشي هو طلبها، جابها له الله، وملي جابها له الله بقى كيما كان، كيما عنده كيما عندوش، كي كان رئيس الدولة كي كان يعذب أهله ويؤذى النبي في مكة، يرميوا عليه التراب ويدفلوا عليه ويديروا رسالة الجزور على الظهر. هو نفس حالته من كان رئيس الدولة في المدينة، هو والله ما زاد شيئا. واحد النهار الإنسان توعه سمعوا مليح، من اللي فتح الله عليهم في حنين وجاء المال الوفير وقسمه النبي غنائم بين أصحابه وأعطى المؤلفة قلوبهم المال الكثير، اجتمعت نساؤه في البيت فقالوا كل أصحاب النبي إلا وأصابت أزواجهم من هذا الخير مقدارا. أوليس لنا الحق في أن نطالب النبي، صلوا على الحبيب، بأن يزيد إن شاء الله تعالى في النفقة؟ قالوا نقولوا هالو، كيف يدخل عليهم صابوا دين اجتماع، وهذا الاجتماع قالوا له يا رسول الله بغينا حتى احنا يصيبنا ما أصاب نساء الصحابة من هذا الخير العميم الذي جاء من الأرض، من نحن؟ ايه هالشي على اجتماعته، لأن شي مخترع ستيلة ثبت الراجل، شكون اللي غادي ينوض؟ شكون ينوض؟ المرأة وحبابك يقولك ربي جاب لك قح على الكرسي، وكيما دخلت كيما خرجت، سيادك كان لو غير ولاو غير اعضاء في المجالس البلديه، دخل بالبيسكليت ودخل رقيق، خرج من السيوط كان دخل 135 كيلو، خرج 135 كيلو، كان يركب على البيسكليت راه يركب في الفونطوم، ما كانش عنده الدار ولات عنده الفيلات ويبيع الديار، ولا واحد لونتربرونور كبير، انا نعرفهم هذا، احنا غير اعضاء غير اعضاء في الاخر، وانتم ما جابكم الله الوزاره وجاب لكم النيابه على الشعب ووصلكم حتى العين، وتدخل كيما تخرج ماشي ضربك السلك، ربي جاب لك دجاجه بكمونها وتمنحها، غادي واحد الشياطين يجيو عندكم، واحد الناس يقولوا لكم، يقول لكم يا صاحبي خلينا بديك اللعبه نتاع اننا نخدموا الشعب، وصلتوا هنا ارواح نتفاهموا ان شاء الله كي نديروا نقسموا الكعكعه، نقتسموا الكعكعه، والسلام عليكم، مالكم يا الله. هكذا قالت نساء النبي لسيدنا رسول الله، زدنا في النفقة. فلم يرد عليهم النبي بلسانه، ولكن رد عليهم بحاله وبالموقف، فقاطعهن شهرا كاملا، اعتزل في حجرة من حجراته لا يدخل عليه أحد، وحجب نفسه عن الناس فلم يستقبل أحدا، حتى أنزل الله من فوق سبع سماوات القرآن يؤدب نساء النبي، يقول لهم النبي ماشي مالك، النبي قدوة الأمة والدعاة إلى يوم القيامة، النبي صلوا على حبيبي رسول الله، سيد النبي صلى الله عليه وسلم سيظل القدوة والأسوة لكل من يريد الخير لهذه الأمة، يصبر على الجوع وعلى العطش وعلى العرى، هو رئيس الدولة باش الناس مراه والأمة مراه باش تصيب وتعيش في الرغد، كما كان سيدنا عمر تلميذه الطيب الكريم يقول لمصارينه إذا غرغرت وقرقرت من شدة احتياجها للطعام، قرقري أو لا تقرقري، والذي نفسي بيده لن تذوقي طعاما حتى يشبع آخر ذرار المسلمين. أنا ما زال كنقول لكم هالكلام وراني نوصل لكم هالهضرة، ماشي معناته يا زعما راني سالك، هذا كلام كان يقوله الراس، ولكن ربي أمرنا باش نتناصحوا، راه البلايص اللي راكم فيهم وصلكم ليهم الله، وكنتم تقولون قبل ذلك إننا سنستعمل السياسة لخدمة الأمة ولخدمة دينها، إياكم أن تستحلي طعم هذا الرضاع هذا الحليب.
فبئسة المرضعة ونعمة الفاطمة اللي ترضعه بلا ما كي تجي تقلع البزاز الرضاعة يبقى يزقي حتى يديروا له فيها يقولوا له مر وصبر يزقي حتى يديروا له مر وصبر باش تقلع له لا هاي ذاك الولد الصغير يدير له مر وصبر اش حلوة من يجي داخلها ولكن يا خويا من نجي نعم سيدي تنقلب ويقول لك راح تروح وكنت بذوك الناس اللي بغاوها ايجيو لك البلاط يرفدوك من تما وما تنرفدش حتى يبقى يقول لهم انا ربكم الاعلى كما قالها القذافي ويقولها الان الرؤساء ويقولها بشار ويقولها الذين استحلوا رضاعة خيرات البلاد ما تقدرش تقلع ما تقدرش حتى يموت شعب كامل فالإنسان ينبغي أن يحذر من هذا فأنزل الله يؤدب النساء النبي يقول لهم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها بغيت تبغي الزيادة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ما غاديش تبقاو زواج في الدنيا ديو اللي بغيتو عندكم الحق ولكن تبقاو الزواج نتاع النبي باش تقتدي بكم النساء ابدا يجيو النساء نتاع الدعاه تبقاو لا هي غير مع غير مع لاموض الداعيه اللي عنده مرته لا هي غير مع لاموض طالعه هاوده وباغيه دائما النفقه دير لي هذه ودير لي هذه هذا غادي يفكر في شي مسلمين ولا يفكر في شي دعوه ولا ما تصلحوش للنبي الا كنتو هكذا راكو غلطين بغيتو غير الدنيا اجي ولكن ما تبقاوش نساه لا هنا ولا في الاخيره وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما ما شبع رئيس الدوله رسول الله وهو في المدينه من خبز الشعير ثلاثه ايام وروت عائشة زوجه وهو رئيس الدولة أن الهلال يمر ويمر الهلالان والثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار بأبي هو وأمي ونفسي له الفداء عنده خمس ديال الميزانية ربي 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 استحضر هذه المعاني وأنت الآن تجلس على كرسي المسؤولية استحضرها فالكرسي لا يدوم والملك لا يدوم وقد قاد الله إليك هذه النعمة إياك أن تجعلها عليك وعلى الأمة نقمة هي نعمة متى استعملتها في خدمة دين الله وخدمة عباد الله فتتحول إلى نقمة إذا رأيتها غنيمة يا رب يا رب يا رب يا رب هذا الملك والمال كذلك والنساء كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه عليه الصلاة والسلام يقول لهم أنا غادي أعلنها دعوة ماشي شيت على الكرسي أعلنها دعوة على من على نقاء وفضل عرق قريش فقريش هي خير القبائل وخير القبائل في قريش وخير بطونها بني هاشم بني عبد المطلب اش غادي نقول اش قريش يا الله ربي فضلنا واعطنا البيت بيت الله في بلادنا يا الله نظن ان شاء الله تبارك وتعالى نديرها ملك بناء على زيد افضليه العرق نتاعنا على الناس نحن خير البطون انت من اسماعيل والله اصطفى كنانة من اسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني عبد المطلب من قريش فأنا خيار من خيار من خيار من خيار فبطننا هو خير البطون ايوا يلا نديروها دعوة لمن نتاع آل البيت احنا اصحاب آل البيت احنا آل البيت احنا الشرفة نوضع الشرفة مع الله حتى ولو الناس الحسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حتى كاع المغاربه تشيعوا في بلجيكا
يدعوا يا حسين ويتهموا المسلمين من أهل السنة أنهم إذا فرحوا في يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى يتهمهم أنهم ما حزنوش على الحسين، إذن ما غاديش يشفع فيهم جد الحسين ولا أمي الحسين فاطمة. شو هالكذوب منين جابوه؟ راكم شفتوا جريدة المساء واسم كتبت على هذا السيمانة، واسم كتبت على المتشيعين المغاربة في بروكسل، والتقت مع هؤلاء الأئمة الضلال من المغاربة الذين تشيعوا وأصبحوا يدعون إلى التشيع. أنتم ما تحبون النبي بحال نحبوا إحنا؟ حنا نفرحوا باستشهاد الحسين لأن مشى الجنة، ونفرحوا لأن الحسين ثبت على المبادئ ولم يأخذه الكرسي ولم تذهب به نشوته فيطغى، بل بقي كما كان جده حتى لقي الله، لم يبع ولكن ثبت. احنا نفرحوا لأنه ثبت. شكون هما أصحاب الحسين درك؟ شكون هما؟ شكون هما؟ الشعب السوري. هذو اللي كيتقتلوا جيتوا انتم الان ضدهم، يا هذو اللي كتقولوا احنا يا شيعة يا ايران ويا حزب الله. كل القتلى الذين يقتلون الان في سوريا ويعترضون الرصاص بصدورهم كما فعل الحسين، وتوليوا انتم مع الظالم اللي كيقتل الشعب بالسلاح وبالرصاص. هذه المحبة تاع الحسين محبة خادعة، محبة كاذبة. يقول لك اصلي احنا شرفاء اذا ناس ديال الولاية غادي تكون في آل البيت. هذو هما آل البيت، هذو هما آل البيت. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ألا، يقول هنشهد ألا إن آلي كل مؤمن تقي ولو كان عبد حبشي. أخي عبد حبشي مؤمن راه آلي، ها؟ وعدوي شكون؟ كل فاجر شقي ولو كان حرا قرشي. ربي قال في عمه تبت يدا أبي لهب، هل نفعه نسبه لكونه عمه مجرم سيصلى نارا ذات لهب؟ عمه هذا عمه مجرم، عمه حكم عليه الله بالنار. ها؟ تقول احنا يا سا احنا وصلنا للسلطة احنا إسلاميين، وليدي كاع الناس مسلمين، ياك ما غادي تكبر تقول ايوا احنا إسلاميين، غادي تبان تقمر وتبان. لقيت اللي غادي تمارسوا ان شاء الله غادي تبان الفرق بيناتكم وبين الاخرين. ها؟ فلا فرق بين الناس بناء على الشعارات التي يرفعونها، الفرق يظهر عند الممارسة. احنا إسلاميين الاخرين ماشي إسلاميين، اقلع هذه، احنا خدام هذه الامه. اجتمعوا خمسه نتاع الرياس واجتمع مع عبد الفتاح مورو هاد السيمانه، انتم راكم شفتوه يجتمع في الانترنت ان شاء الله، ها؟ في سيدي بوزيد هناك المنصف المرزوقي قال لهم الله يجازيكم بخير، قال القصور اللي كاينه غادي نبيعوها ونعطوها للشعب الله يجازيه بخير. هذا علماني، هذا قال القصور اللي كانوا عند زين العابدين نبيعوهم نديروا في صندوقهم. ومشاو لسيدي بوزيد، أول لقاء داروا هذا الناس بعد الثورة، مشاو المعقل نتاع انطلاق الثورة، أين أحرق نفسه هذا الذي كان سببا في الربيع العربي كله، البوعزيزي الله يرحمه والله يغفر له. تكلم الأول رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي زيانس، تكلم الثاني رئيس البرلمان مصطفى بن جعفر، تكلم الثالث رئيس الحكومة الجبالي، تكلم الرابع الرئيس ديال الحزب الغنوشي، تكلم الخامس الرئيس تاع البلدية أديال. وقالوا للشيخ عبد الفتاح مورو كان متخاصم شوية مع الغنوشي، وكنا في فرنسا غادي يعني كنا في لوبورجي، كان مقرر من النقط اللي كان يصلحوا بيناتهم في أبريل ما بين الغنوشي وعبد الفتاح مورو، الحمد لله تصالحوا راهم في حزب واحد، الحمد لله. المهم ناضي يتكلم عبد الفتاح مورو الله يرفع قدره في الدنيا والأخيرة، الله يجزي هذا الشيخ المبارك الطيب. قالوا له تكلم، قال واحد الكلمة بليغة وفيها غير دقيقة. قال لهم أنتم ما تكلمتوا بزاف، قال لهم شوفوا الله يجازيكم بخير، احنا كان عندنا غير رئيس واحد اللي يقولوا له بن علي وما كانش يخلينا نتكلموا، كان شفنا الريق في اللسان ما كانش اللي يتكلم، كان غير اليوم خمسة تاع الرياس وقالوا لي تكلم، خمسة تاع الرياس وعندي الوقت وقالوا لي تكلم.
ها الرئيس نتاع البرلمان، ها نتاع الجمهورية، ها نتاع الحكومة، ها الرئيس ديال الحزب الفائز، ها الرئيس ديال البلدية، وقالوا لي تكلم. قالوا الحمد لله على هذه النعمة. ولكن اسمو غادي نقول لكم، نقول لكم غير كلمة واحدة، قلعوا هاد الصفة نتاع رئيس، رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الحكومة، رئيس الحزب، رئيس البلدية، قلعوا هاد الألقاب وسموا روحكم خدامين ديال الشعب. خدامين انتم، انتم الشعب داركم باش تخدموه. نقول لكم غير هذه، قلعوا علينا هاد السماوات، وشحال من واحد طغيه هاد السماء، هاد السميات وتغرها. يا سعادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، في الاول يكون شويه ما باغيهاش، ومن بعد الا ما قلتهالوش ما يبغيش، الا ما قلتلوش سيادة الرئيس ما يبغيش، ومن بعد مصيبه، فخامة الرئيس، ومن بعد جلالة الرئيس، ومن بعد عظمة الرئيس، ومن بعد قالوا قل حذروك، قولوا احنا خدامين هاد الأمة، هالبلايص رحنا نخدموا بهم الأمة. فانفجر الناس بالتصفيق وقال والحمد لله رب العالمين. كلمة يعني بليغة، سمعتوش؟ احنا ماشي إسلاميين، احنا خدامين الأمة. قولوا نحن خدامين هذه الأمة ابتغاء وجه الله. إذا فرجت كربة عن مسلم فرج الله عنك كربة يوم القيامة، فكيف إذا أجر الله على يدكم الخير ففرجتم كرب الملايين ممن لا مأوى له، وممن لا يستطيع أن يذهب إلى الطبيب إلا، ومنهم من لا يستطيع أن يجد القوت، ومنهم من لا يستطيع أن يجد الشغل. قل لي بربك لو فرجت عن هؤلاء اعلم أن أول من يحشر في ظل الله إمام عادل. ولقد بلغكم الله للكراسي التي تستعملونها وسيلة لخدمة هذا الشعب، وإن الله تعالى متى صدقتم في علاقتكم مع ربكم وتوجهتم إليه بصدق قادر على أن يفتح عليكم لكي يحل بكم العديد من الأزمات. قادر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم لا 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 لا، ما نديرها شيء قضية ملك ولا قضية شرف، نديرها واسم الثالثة قاعد التالي واسمو يديرها واسمو جاه نديرها ثورة بلوريتاريا. أنا يعني كانت بالشمع الضعاف مع أصحاب فيلاج كولوش ودرت بوعمود والفيتنام معنا غير قطعين روح نضروا لها ثورة شعبية نتاع الفقراء الذين ينادون بالخبز ونظن في السوق هذا نطيحوا هذا نظن نديروها ثورة قاعد. أنا معايا خباب بن الأرف ميت، بلال عبد، سلمان عبد، جاي معايا غير عبيد غير ميتين. أرانا النضول هذ المجرمين الكبار، هذا أبو جهل وهذا عتبة وهذا الناس الكبار، ونديروا ثورة. هذو ما يخسروا والو، هذو فقراء يظلوا يتعذبوا وراهم يظلوا يقولوا لي نوض نقاتلوا، علاش نخليهم يضربوا فينا ويعذبونا وانت تقول لنا صبر؟ نوض نقلبوا لها كاع، اش غادي يخسروا هذو اللي ما عندهم لا دار ولا دوار ولا فار ولا غار؟ أين ظل؟ اقلب اقلب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا 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 لا، ماشي هكذا، هي قضية لا إله إلا الله، قضية إسلام. لأن هذه كواش ما غادي تجيب، غادي تقتلوا البراءة وغادي تنعكس ما نريد. لأن ذاك البلوريتاري كي يوصل كيما وصل في روسيا، ولا هو الذي يراكم الثروة ويحرم الناس باسم الثورة من الثروة. وراكم شو اسمه وقع، هذوك اللي كانوا يقولوا احنا مساكين من اللي وصلوا بالدم شو اسمه ولا. ولذلك جاء واحد السيد مسكين ضعيف عند النبي قال له من اللي النبي ولا رئيس، اسمحوا لي على كلمة رئيس، النبي ولا رئيس، أنا رئيس الدولة في المدينة. قال له أبو ذر يا رسول الله زعما ما تشوفنيش أنا، ما تديرنيش أنا والي، ألا تستعملني، أنا ضعيف وكنت معاك وكليت الدق، أنا كليت معاك الدق يا رسول الله، وذرك ولات الدولة، وذرك حنا الضعاف خصنا نحكمه، زعما مالنا حنا ما نديوش المنصب. شفين بصراحة قال له مسكين، قال له يا بدر إنك ضعيف، ماشي ضعف الإيمان، ويا ربي يا ربي يا ربي كيش واحد يقدر له بحال أبو ذر، إنك ضعيف، وإنها لا أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ياك ما حسبك كاع المقطع اللي عاش مقطع فقير يصلح للمسؤوليه،
راك ضعيف. علاش ضعيف؟ لان جربنا كيف مساله بسيطه وما صبرتش. مشيت عيات بلال قلت له يا ابن السوداء. وجنبي جا سيدنا بلال يشكي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ما تصلحش مسؤول، لان وليت تميز الناس على اساس العرق، وليت تميز هذا ابن السوداء هذا ابن البيضاء، غدا من غدا غادي تقدم ولد البيضاء وتخلي ولد السوداء. انك ضعيف وانك امرؤ فيك جاهليه، لا يصلح لمن يدعو بدعوى الجاهليه. يقول انا ريفي، ابن عمي على الانترنت، انا ريفي، انا قلعي، انا اصدق. هذا 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 فضل وقيتات مقال. انت مسلم يا صاحبي، انت مواطن مغربي يا صاحبي، دعوها فانها منتنة، نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله. ريفيين وشلوح وعرب، ان صهرنا في بوتقة الاسلام كله فلا فضل لعربي على اعجمي ولا لابيض على احمر الا بالتقوى. لماذا هذه الدعوات عبر الانترنت التي تطل برأسها؟ انني احزن الحزن الشديد من نشوف الشاب قاري ويكتب تما يرد علي في شيء المغرب ليس دولة عربية، هي دولة ريفية. واخا ريفية يا سيدي، ولكن مسلمة اسلامية، اسلامية، اسلامي ريفي، اسلامي عربي، اسلامي عجمي، اسلامي امريكاني، اسلامي، احنا مسلميناش. ولكن شوف هذه الدعوات الخطيرة. وهكذا إذا رسول الله صلى الله عليه، نختم، لم تكن هذه الجواب هو فقط مما تقتضيه السياسة والتكتيك في مرحلة، ولكن الله بيّن لأتباعه، بيّن لأتباعه أنه حينما جاءته الرئاسة والكرسي ظل كما كان، ليس ملكا فما ظهر عليه أثر الملك، وليس غنيا ومطرفا فلم يظهر عليه أثر الطرف والغنى. عاش الناس يربطون الحجر على بطنه وهو يربط حجرين، لم تظهر عليه أثر استقدام شكون المقربين، جاء عنده عمو العباس قال له اعطيها لي، قال له انا لا نوليها من يطلبها، فبدا ما قربش هذوك الضعاف اللي كانوا معه ياكلوا الدق، قال لهم انتم ما عندكم الجنه ما تقدروا لهاش. اذا هذه مساله مهمه جدا، اذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنتحدث في الجمعه القادمه على ما دبرته الصهيونية العالمية والماسونية في فترة الستينات والسبعينات والثمانينات لإسقاط الدعاة أتباع النبي عن طريق هذه العروض التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. وغادي نجيبوا إن شاء الله وثائق، إلى كتب الله نجيبوا وثائق ونقرأوا عليكم إن شاء الله باش تعرفوا كيفاش طيحوا لنا واحد العدد ديال الدعاة من هذه المسألة تاع الجاه والملك والنساء وكذا، ونقرأ عليكم وقائع وتعرفوا باش الإنسان يحضر راسه. وصلى الله على حبيبنا محمد.